أعزائي تلاميذ السنة الأولى ثانوي، أهلا ومرحبا بكم في قناتي فيزياء 1-2-3 ثانوي. سنواصل في دراسة الوحدة الأولى وهي بنية وهندسة أفراد بعض الأنواع الكيميائية، وموضوعنا اليوم هو حل تمرين سنراجع به للفرض واختبار الفصل الأول. في تمارين هذه الوحدة أهم ما يجب أن تعرفوه هو كيفية إيجاد العدد الذري زاد في مختلف الحالات، لأن هذا العدد نجده بعدة طرق تختلف طريقة إيجاد زاد من تمرين إلى آخر. وكما تعرفون إذا لم تجدوا قيمة زاد صحيحة غير قول كل شرح، دونك لن تجد التوزيع الإلكتروني، لن تجد الموقع في الجدول الدوري، لن تجد اسم العنصر. لذا فمعرفة هذا العدد الزاد وطريقة إيجاده في مختلف الحالات مهمة جدا. من السابق وجدنا الزاد هذا بطريقة، في التمرين هذا بطريقة، الجاي ثاني حتى نتطرق إلى كل الطرق التي يمكن أن تطرح عليكم. ها هو التمرين الذي سنحله أمامكم، ديروا له كابتور ديكران وحاولوا فيه، ثم عودوا وشاهدوا الفيديو وصححوا أخطاءكم إن أخطأتم. نبدأ على بركة الله. يقول التمرين: عنصر كيميائي إكس بإمكانه أن يتحول لشاردة إكس دموا توزيعها الإلكتروني كاثنين الثمانية. وأول سؤال: حدد عدد البروتونات في إكس دموا أي في الشاردة، ثم في إكس أي في ذرة هذه الشاردة. يعني هنا حدد عدد البروتونات، وعدد البروتونات نقصد به العدد الذري زاد، يعني زاد كم يساوي في هذه الحالة. هنا لحساب زاد أول شيء أقوم به، دونك سأكتب هكذا: زاد يساوي ماذا؟ نروح للتوزيع الإلكتروني ونجمع هذه الإلكترونات على الطبقة ك، هناك 2 إلكترون، ندير زائد إلكترونات الطبقة L، هنا لدي 8. من بعد الخطوة الموالية نروح نشوف الشاردة تاعي هل هي شاردة موجبة أو سالبة. هنا شاردة سالبة، إذا ندير هنا ناقص هكذا ونقص هذا العدد، هذا ناقص إذا 2 هكذا. لو كان شاردة موجبة ندير زائد وندير العدد الثاني الموجود هنا. إذا هنا الزاد يساوي إلى ماذا في هذه الحالة؟ 10-2 يساوي إلى 8. هذا هو زاد عدد البروتونات في الشاردة إكس دموا. ثم طلب منا زاد في الذرة إكس، هنا الزاد يبقى عدد البروتونات الموجودة في النواة يبقى محفوظ، يعني زاد يساوي 8 في الشاردة وزاد يساوي إلى 8 في الذرة. كيف كيف سأكتب؟ عدد البروتونات في الشاردة إكس دموا يساوي عدد البروتونات في الذرة ويساوي إلى 8 هكذا، لأن هنا الذرة إكس اكتسبت إلكترونين وأصبحت الشاردة إكس دموا، أما بروتونات النواة فبقيت محفوظة كما هي. لو أعطيت لكم الآن هذه الشاردة إكس بلس، باش يعني ندير الحالتين مع بعض، هذه إكس بلس هذا مثال آخر ليس له علاقة بالتمرين، وتوزيعها الإلكتروني هذا هو، وطلب منكم زاد، هناك شاردة سالبة شرحنا، إذن هنا زاد ماذا سيساوي؟ كذلك تروح الإلكترونات الموزعة تجمعوهم 2+8، بصح لما آتي إلى هنا نشوف هنا لدينا زائد، ندير زائد، زائد شحال؟ كيما يكون هنا والو معناه هنا يوجد واحد، زائد واحد، إذن زاد في هذه الحالة يساوي إلى 11. أتمنى أن يكون واضح. دونك درنا حالة الشاردة السالبة وحالة الشاردة الموجبة مع بعض، معناه هنا الذرة إكس فقدت إلكترون وأصبحت شاردة موجبة. ثم السؤال الثاني: كم يساوي تكافؤ العنصر إكس في هذه الحالة؟ هنا بالنسبة للتكافؤ، تكافؤ عنصر يمثل عدد الإلكترونات المفقودة أو عدد الإلكترونات المكتسبة. هنا العنصر إكس بما أننا تحصلنا على شاردة سالبة، إذا هو اكتساب، وشحال اكتسب؟ بما أن هنا لدينا دموا إذا زائد 2 إلكترون، إذا عدد الإلكترونات المكتسبة
هو 2. إذا تكافؤ العنصر إكس، تكافؤ العنصر إكس هو 2. تشرحون هكذا بمعادلة أو مباشرة بما أن العنصر إكس اكتسب 2 إلكترون حرفيا هكذا، إذا تكافؤه هو 2. ثم السؤال الثالث، وما هو التوزيع الإلكتروني لإكس؟ لما أعرف العدد زد سأوزع الإلكترونات بهذا الشكل، دونك إكس أكتب هكذا إكس مع عدد الإلكترونات هنا تحت. سأبدأ الطبقة ك ترفد زوج إلكترونات كاد، من بعد الطبقة تليها الطبقة ال، دونك 8 ناقص 2 يساوي إلى 6، ونديرها ديرها كذا 6 إلكترونات. هذا هو التوزيع الإلكتروني للعنصر إكس. أخطيكم ملي كروشي نلقاو التوزيع الإلكتروني كتبوه التلاميذ بهذا الشكل ك دو ال، خطيكم ملي كروشي خطيكم لي فيرجول، هذا كله ليس مسموح، لا يوجد، ها ريان يا ريان ديروا شوية اسباس برك، هذا مكان. إذا التوزيع الإلكتروني هو كادو ال 6. المهم من هذا كله سأتحقق، سأجمع هذه الإلكترونات التي وزعتها، هل ستساوي إلى هذا العدد؟ هذا مكان تحققوا برك وأخلص التوزيع تاعكم سيكون صحيح. ثم إذا هذا السؤال ألف، هذا السؤال باء، حدد موقع العنصر إكس في الجدول الدوري. قلنا هذا بسيط جدا، في الجدول الدوري يعني في أي سطر وفي أي عمود، بحيث عدد الطبقات يمثل عقم السطر، طبقة ك مع الطبقة ال يعني زوج طبقتين، نكتب هكذا طبقتين يعني السطر الثاني سطر 2 هكذا. ثم نشوف الطبقة الأخيرة شحال فيها من إلكترون، هنا 6، سأكتب إذن هنا 6 إلكترونات في الطبقة الأخيرة ولا في المدار الأخير، هذه تمثل رقم العمود، إذن تقع في العمود السادس وبأرقام رومانية هنا هكذا 5 بعد نزيد له 1 هكذا في العمود السادس. وأضيف جملة وهي يقع العنصر إكس في خانة تقاطع السطر الثاني مع العمود السادس. ثم السؤال جيم يقول اكتب ذرة هذا العنصر على الشكل إكس أزاد، علما أن عدد النوترونات في نواة هذه الذرة هو 8. سأمسح هنا ونواصل. هنا لاحظوا العنصر إكس، هنا الذرة إكس أ زد. الآن وجدنا سابقا زد يساوي إلى 8، لكن أ مجهول، لكن كما تعرفون أن أ يساوي إلى ماذا؟ زد زائد ال، وال أعطي لنا دونك زد 8 وال 8 إذا يساوي 16 منه، دونك ها هو رمز النواة على الشكل أ زائد إكس أ زد، دونك 16 هنا مع 8 هنا. ما هي الآن هذه الذرة؟ هي ذرة الأكسجين. العنصر إكس هو الأكسجين، عنصر الأكسجين سأكتبها على الشكل المطلوب 8 16 هذا هو. وطبعا هنا العناصر ماشي تحفظ كامل عناصر الجدول الدوري، لكن التي نستعملها بكثرة أكسجين، الكلور، الهيدروجين، الصوديوم، بعض العناصر يعني فرص ديروا التمارين إلى آخره تشفوا عليهم كامل إن شاء الله. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حصة اليوم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكون مفيدة لكم، موعدي معكم في حصة أخرى إن شاء الله مع تمارين آخر مع طريقة أخرى لإيجاد هذا العدد زاد. إلى اللقاء إن شاء الله.